تواجه إيطاليا واقعا صحيا كارثيا بسبب انتشار فيروس كورونا بشكل كبير في البلاد، وتسجل أعدادا كبيرة من الوفيات كما الإصابات يوميا، وتحديدا في مقاطعة بيرغامو التي أصبحت منطقة مقفلة وموبوءة. وفي ظل هذه الكارثة الصحية، طواقم طبية تقف في الصفوف الأمامية لتحارب كوفيد-19 وتواجهه بشراسة. نستضيف معنا مباشرة من إيطاليا الاختصاصي في الجراحة العامة الدكتور أيمن إسماعيل. دكتور صباح النور. عليه صباح الخير. يسعد صباح الدكتور، يعني بداية طمنا عليك وعلى صحتك. الحمد لله كل شيء تمام، أنتم طمنونا عنكم. نحن بخير شكرا جزيلا. يعني ماذا يجري في إيطاليا دكتور؟ لماذا يرتفع عدد الوفيات بهذا الشكل الكارثي والمخيف؟ صراحة يعني أول شيء على البداية بدي لكم يعطيكم العافية. لحظة لوقتي صوت التليفون اللي ما عم بسمعكم. نعم. اوكي. لانه الوقايه والحمايه بفيروس كورونا هو الشغله الاساسيه لتجنب اي وباء بلبنان. نعم. يعني الوقايه والحمايه والالتزام الارشادات اللي بتعطيها وزاره الداخليه ووزاره الصحه لازم تكون 100%، يعني ما نعملها 50%. ولانه هالشيء بيوصل ل يصير بلبنان مثل ما صار بايطاليا او باي دول ثانيه. نعم، يعني دكتور مش بس اعداد الوفيات، حتى اعداد الاصابات تشهد ارتفاع وازدياد كبير. هل تقول ان هذه هي ضريبه الاستهتار؟ لا لا، بدي بس لسؤالك الاول يعني. نعم تفضل. للاسف اللي صار بايطاليا واللي عم يصير يعني هو تسبب ثلاث اخطاء. خطأ الحكومة، خطأ الشعب، يعني كل المواطنين واجدين على الأراضي الإيطالية، وبكل صراحة خطأ نظام الطب الإيطالي. يعني خطأ الحكومة لأنه الحكومة ما التزمت أو ما خافت أو ما شافت اللي صار بالصين قبل ما يصير بإيطاليا. يعني فافتكرت أنه اللي صار بالصين هي شغلة بعيدة عنا ما راح توصل لإيطاليا. ما اتخذت يعني القوانين الحاسمة اللي لازم تعمل حجر صحي بشكل عسكري إذا صح التعبير. الخطأ الثاني خطأ الشعب، الشعب ما التزم، يعني ما التزم حتى بال 50% من القوانين اللي حطتها وزارة الصحة والحكومة. الخطأ الثالث صراحة يعني نظام الصحي بإيطاليا مختلف شوي عن نظام الصحي بكل دول العالم، يعني حتى عن لبنان. يعني مع انه نظام صحي ممتاز، بالاخص انا عم بحكي لكم من مستشفى هي البوليكلينيكو سمعت، يعني ببيرغامو المدينه الاكثر شيء فيها اصابات وفيها اموات. القسم الاول من النظام الصحي الايطالي هو نظام معتمد على اطباء الصحه العامه. يعني كيف؟ يعني كل حكيم صحه 1500 2000 مريض بيروح بيعالجهم ببيتهم او بعيادتهم. فلما بلش الوباء للاسف ما كان عندنا فكره كثير كبيره عنه، يعني العوارض اللي بتشبه الانفلونزا صارت المرضى على المستوصفات بشكل عام، يعني بيعملوا هيك كل سنه وبالاخص مسنين يعني على مستوصفات حكم الاطباء العامه. كل مستوصف مثل حتى بلبنان يعني في بسالة 20 25 مريض، فالفيروس انتقل اكثر شيء على البدايه بالمستوصفات. بما انه الاطباء الصحه العامه 70% من ايطاليا هن عمرهم اكبر من 60 سنه او 55 سنه، يعني هن يكونوا عرضه اكثر، حتى الاكثريه منهم وعم بحكي انا بالاخص ببيرغا ببريشا وبميلانو، يعني باللومبارديا بالمحافظه اللومبارديا اللي اكثر شيء انضربت من الفيروس كورونا. فكانوا هن ذاتهم يوصلوا العداء لغيرهم. القسم الثاني هو اسمه مستشفيات اللي عندنا يعني بلبنان. للاسف ما قدرنا شيء،
حضرنا قبل ما يوصل الوباء على يعني بعد مثلا صغير لما طول عليك. المستشفى اللي فيها هي 6 طوابق، والطابق السابع على الارض هو بس قسم جراح، يعني عمليه غرفه عمليات الجراحه، الطوارئ والعنايه الفائقه. على كده نحن المرضى اللي اجوا لعنا بلشنا نحط في قسم الطب الداخلي. للاسف يعني حتى رئيس قسم الطب الداخلي مسؤول يعني انصاب بالفيروس، انه ما كان عندنا فكره عنه يعني حتى كيف التعامل مع المرضى، او حتى كيف التعامل مع اللي يكون عندهم فيروس كورونا. نعم. هلا من بظرف جمعتين يعني حتى قبل يعني عندنا 7 طوابق، 5 منهم هن بس للكورونا، يعني وقفنا كل شيء. نعم. جراح عام وحتى كل ستاف المستشفى من حكم حط لحكم قالت لاي حكي. يعني هلا الحمد لله اخر جمعه يعني طوعنا كلنا بس لعلاج الكورونا. طيب دكتور، الان ربما بعد ما تفاقمت الاحداث بهذه الطريقه وصلنا لهذه الارقام، تغيرت بعض التدابير والاجراءات. اخبرنا يعني باختصار لو سمحت عما تغير وعن تجربتك الشخصيه في الصفوف الاماميه في مواجهه الفيروس. بالنسبة تغيرت بكل حال، يعني وصلت لمرحلة يعني أنا بالأخص شمال إيطاليا محافظة لومبارديا، هلا هي المحافظات اللي انضربت أكثر شيء، هن 4 محافظات بالشمال، لومبارديا والفينيت وميليا رومانيا والبيمون، هن تقريبا المحافظات الأكثر إنتاجا والأكثر ناس يعني عندها يعني في لنقول في ستراكتور يعني كثير كبيره، في نعم. مولات، في حدائق عام، في كلنا بنعرف انه ايطاليا من اكثر الدول يعني عدد المسلمين فيها عالي كثير. اضطرينا لانه اللي انا يعني المستشفيات بلبنان او باي دوله لازم يبقى حتى لو ما في اصابات كبيره، يعني حتى لو الاصابات اقل من 100 200 300 شخص، لازم بكل مستشفى يفضلوا اقل شيء قسمين يكونوا فاضيين، يقللوا من المرضى اللي عاده بيكون يعني بالنسبه لقسم الجراحه بس ينعم الجراحات الضروريه، يعني كل شيء بروجرام يعني كل شيء أنا ضروري لازم نتجنب. نعم. وللأسف حتى المستشفيات عرضة الفيروس، يعني يعتبر هلا لحد اليوم جمعة في أكثر من 3500 حكيم مريض مصابين بالفيروس كورونا. وبعدين السؤال اللي قلتيه قبل استهتار، يعني هو صراحة من سيد للأسف حتى بإيطاليا لحد هلا الشعب الإيطالي معه اكيد مش كلهم يعني، بس في قسم كبير من الشعب الايطالي وحتى قسم قليل يعني بكفي 5% من اي دوله، يعني من شعب اي دوله موجودين على اي دوله ما يلتزموا الحجر الصحي 100%، فالفيروس رح ينتشر. 5 و10% بايطاليا بعد 6 سنين، ومن هيك يوم السبت يعني السبت الدوله الحكومه قررت تفكر في مصدر قرار انه تنزل جو العسكري اذا صح التعبير، ما حدا يظهر اتيتا. نعم. يعني دكتور ايمن اسماعيل شكرا لك، كنت معنا مباشره من مقاطعه بيرغامو في ايطاليا. تحيه لك ولكل العاملين في الطواقم الطبيه في المستشفيات حول العالم وفي كل مكان، كونوا بخير. يعطيك العافيه، بس احكي كلمتين. تفضل بالتاكيد. بالنسبة للحجر الصحي والارشادات اللي نلتزمها بلبنان، يعني بس بدي ياخذ من وقتك 5 دقائق، لأن صراحة الوضع بلبنان يعني بعتقد إن شاء الله ما نوصل، بس أنا امبارح قريت وسمعت وحتى في أصدقاء بلبنان يعني. نعم يعني دكتور إذا أمكن أن تختصر لنا إرشاداتك في نقاط فقط لضيق الوقت عندي، ماذا تخبرنا؟ اهم شيء الحجر الصحي لازم نلتزم فيه 100%. نعم.
يعني الحكومة لازم تطلع قرار فوري للحجر الصحي ومنع التجول لأقل شيء 14 يوم 15 يوم، تسكير كل الرحلات إلا الضرورية منها، أي إنسان بيوصل على لبنان لازم نعمل له حجر صحي لمدة 15 يوم. نعم، يعني شكرا جزيلا لك دكتور. حتى الآن تم فرض الحظر الجوي والبري على لبنان، والباقي على المواطن ليس فقط في لبنان، في كل مكان في الوطن العربي، أن نستفيد من التجارب في مناطق أخرى انتشر فيها المرض بسبب عدم اتباع المواطنين للإرشادات. نتمنى أن يكون الجميع بخير، وشكرا جزيلا لحضورك معنا. شكرا، شكرا. مشاهدينا، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لليوم. نتمنى أن تكونوا قد قضيتم برفقتنا وقتا جيدا، ولا تنسوا الالتزام بالحجر المنزلي، لا تغادروا منازلكم إلا للضرورة. ابقوا بمنازلكم مشاهدينا، وبقية نهار ممتع مع باقي برامج التلفزيون العربي، ودمتم بخير دائما. إلى اللقاء.